بالنسبه للراي ديالي لا حكيم زياش تيبقى هو نجم الفريق بدون منازع، والحمد لله حنا عندنا الثقه التامه في جميع اللاعبين، المجموعه كلها واحد الروح باش لعبه واحد لاجرينتا الحمد لله اللي ما عمرها كانت من قبل، اللي افتقدنا صافي لونطون ربما من ليكيب ديال 2004 مع سي باد دوزاكي. Il sort d'une grosse saison, faut le laisser tranquille, faut qu'il se repose, il est dans son jeu, il est dans son match, il est très concentré, très professionnel. On le voit encore à l'hôtel, il arrête pas de s'entraîner dans sa bulle et faut qu'il continue, il y a pas de raison. Et avec l'Ajax, il a réussi de grandes choses. Inch'Allah avec le Maroc aussi. حكيم زياش ربما اثرت عليه الحراره خصوصا مولف في الاجواء الاوروبيه، وان شاء الله يكون يقدم شي مستويات رائعه خصوصا اذا كانوا المباريات بالليل ان شاء الله. لا ما كاينش مشكل، حكيم زياش ديما كبير، يمكن ما يبانش مزيان في مقابله ولكن حكيم زياش بقى ديما حكيم زياش. Hakim Ziyech, il est jusqu'à présent un petit peu discret, mais je pense qu'il se réserve pour les phases finales. Et donc, Inch'Allah, il va marquer et il va nous faire gagner cette coupe. بالنسبة لحكيم زياش موهبة كروية مغربية، أداء عالمي ديالو اللي وقع أنه في المقابلتين ربما أنه مازال ما تكيفش، ما دخلش في الأجواء الإفريقية. الأجواء الإفريقية عندها صبغة خاصة بغض النظر على تختلف شكلا ومضمونا عن البطولة الأوروبية، وبالتالي أنه حنا تنتظر زياش غادي يكون مستوى رائع في المقابلة المقبلة خصوصا إلى تأهل المغرب للأدوار المقبلة إن شاء الله. يقدر في المقابلة الأولى ما كانش في النيفو ديالو، وكان باين حتى في المقابلة الثانية بأن خرج هو غير راضي على المستوى ديالو، ولكن لي بروفيسيونيل الناس اللاعبين اللي محترفين راهم كيبقاو محترفين، وان شاء الله هذه من دابا الفوق غادي يعطي لا في هذا الماتش. حنا تلاقينا اون بيرسون في لوتيل وهضرنا معاه، قلنا ان شاء الله غادي يكون الخدام غير الخير ان شاء الله، وان شاء الله لا فينال ونديو معنا الكاس للمغرب ان شاء الله. ديبيو ديفيسيل ايكوتي سي توت افي نورمال، تو جوور اللي كيلعب الكره غادي يعرف بانه في لي غراند كومبيتيسيون كيبدا الواحد شويه بشويه اللي غاني د لا كونفيونس شويه بشويه. الجو تا هو ما عاونهمش باسكو زياش مثلا كيلعب في لوروب، دونك لوروب الجو شويه مختلف على هنا، مي شويه بشويه كيتاقلم مع لونفيرونمون، كيتاقلم مع لو جو افريكان، وكيتاقلم مع بلوس الحراره ديال الطقس، وان شاء الله غادي يمشي بعيد باذن الله، وغادي يعطينا اللي في قلبه. اون تري كونفيون في زياش. حكيم زياش انا نظن شخصيا يعني بعد تشامبيونز ليغ يعني ضروري باش اللاعب كيتراجع شويه المستوى ديالو، يعني تكون عنده شويه ديال لا ريكوبيراسيون المجهود اللي عطاه مع اجاكس امستردام. دونك نظن في الدور الثاني وان شاء الله في النصف النهائي والنهائي اللي نتمناو غادي نوصلوا غادي يقول الكلمه ديالو.